رح نبقى سوا حلقة جديدة عبر هوا الأو تي في. مساء الخير، وهذه الليلة ضيفتنا مارتين ناجم، نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الإدارية. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. يمكن كتير المواضيع اللي فينا نحكي فيها، ولكن تبقى البداية من كلام رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون مبارح لصحيفة الجمهورية، الكلام اللي أثار ضجة كبيرة، وهيك كثر من العونيين والتياريين شعروا أنه جنرال الرابية ها هو يطل علينا سلسلة من الرسائل وحتى من الهجوم، يعني إذا فينا نقول على بعض الأسماء والقيادات بالبلد. كيف شفت الحديث وشو أكثر شيء استوقفك فيه؟ أول شيء ما بفتكر جنرال الرابية بقي بالرابية، هو كان مرافق فخامة الرئيس بقصر بعبدة بكل عهده، وفي كتير محطات بتثبت هالشي، وعيشوا اللبنانيين والعونيين بشكل عام هيدي المحطات بكل معانيها، لأنه حتى لو وصل لسدة الرئاسة بقي المناضل وصوت الحق وبحط الإصبع على الجرح وقت اللازم. يمكن اللي اختلف بالمقاربة اللي طلعت مبارح بالمقابلة الصحفية هو أنه ما كان في حرج بتوصيف الأشياء مثل ما هي، بمعنى كان دايما فخامة الرئيس يتفادى يحكي عن أشخاص أو مسؤولين سياسيين أو أحزاب، على اعتبار أنه هو أصلا كرئيس جمهورية على مسافة واحدة من الجميع، وثانيا هو دايما بحاول أنه يبني جسور الطلاقة والحوار ويتفادى أي صدام كلامي، يعني مش من عوايده أنه يتوقف كلاميا وبيركز أكثر على المبدأ أو على القضية أو الملف من الأشخاص. هلأ بسياق الحديث سؤل عن أشخاص، وأنا بلاقي ما كان يعني لا افترع حدا ولا وصف شيء منه حقيقي، هو عطي رأيه بشخصيات بطريقة تعاطيها ومن تجربته بالممارسة معه، وما بفتكر في حدا بيختلف معه على هالتوصيف. يمكن التياريين ما بيختلفوا معه، بس في غير مبلا يمكن القواتيين انزعجوا. شفت رد سمير جعجع رئيس القوات على الرئيس عون، قال الإناء ينضح بما فيه. صراحة يعني بفتكر اللي نقال من قبل سمير جعجع أو غيره بحق فخامة الرئيس يعني يفوق أشواط وأشواط. أولا وصل مستوى كتير متدني من حتى لا أخلاق بالتعاطي السياسي وتوصيف مجرح بالشخصي، بينما فخامة الرئيس بس حكي عن إنجازات، حكي عن وزراء ما عملوا شيء إلا صوبوا على وزارة التيار، ما حكي عن يعني مواصفات إذا بدك جسدية أو إلى طابع سطحي. بيقدر يرد مثل ما بيريد يرد سيد جعجع، بس كل الناس بتعرف بما فيهم يعني مؤيدينه انه الكلام اللي حكيه فخامة الرئيس هو كلام دقيق. بيقول فخامة الرئيس عن سمير جعجع انه كان كل همه التنحي، ما بيحكي الا بالتنحي، لانه في نوع من خيبه امل عند فخامه الرئيس مثل ما عندنا نحن كتيار وطني حر، لان نحن عملنا تفاهم مع راب على اساس رؤيه او خارطه طريق لمشاركه فعاله بالحكم ولانجاز اصلاحات. لقينا حالنا عرضه من اول الطريق، من اول العهد ومن اول حكومه للتصويب من قبل وزراء القوات اللبنانية على أي عمل بيقوم فيه وزراء التيار الوطني الحر، وصار الهم الأساسي عندهم أنه كيف يفشلوا خطط التيار من الكهرباء وغيرها، وكيف يصوبوا على فخامة الرئيس ويطلبوا منه أنه يتنحى بالوقت يلي هني بيعرفوا كتير منيح أنه تنحي رئيس الجمهورية بلبنان منه بأمر بسيط وما بيدخل بالألعاب الصغيرة بين أحزاب عم تتنافس، هيدا أمر يرقى إلى التوازن الوطني وما بينلعب فيه. ورؤساء الجمهورية اللي كانوا اعتبرون لبنانيين يمكن سيئين بالمعنى حتى الوطني والسيادة، ما سمحنا لحالنا أنه نطلب منهم يفلوا أو يتنحوا، بس كيف لكان بس يكون في رئيس مثل جنرال ميشيل عون عم يعمل كل ما قوتي فيه من قوة ومن نشاط ومن اندفاع لا ينهض بالبلد بالرغم من كل العرقيل. التنحي
كبيرة هيدا التمني لما أقول غير شيء. وبكل الأحوال تضيع الوقت بمطالبات وشعبوية مثل ما هني عملوا بالسياسة، ظهروا من الحكومات وهددوا بالخروج من البرلمان، لأنه أهين شيء حدا يقعد مكتف إيديه وما يعمل شيء ويصوب على الموجودين يلي عم بحملوا يعملوا شيء. بتعرفي يعني القوات اللبنانية إذا بدنا نحكي شوي من 17 تشرين حتى اليوم بتحاول انه هي خارج هذه المنظومة، هي استقالت من الحكومة، استجابت لمطالب الناس، استجابت لصوت الناس، وانا ما تحطوني بهذا الموقع انه انا مع هذه المنظومة، مع هن بالنسبة لهم المنظومة هن اللي بالسلطة. شو رأيك؟ انا رأيي شوفوا الناس تحالفات القوات بالانتخابات النيابية يبين اذا هن من المنظومة او لا. جاي يعني اسألك عن التحالف مثلا مع الحزب الاشتراكي، هين كتير واحد يحكي ويدعي العفة والأدمنة والخروج عن المنظومة. ما بيسألوا الناس مثلا ليش القوات اللبنانية هن أو رئيس القوات المدافع الأول مثلا عن حاكم مصرف لبنان، ليش رئيس القوات والقوات ما بيختلفوا مثلا ولا مرة مع حركة أمل بالبرلمان؟ طيب منية هالمنظومة إذا مش مصرف حاكم مصرف لبنان وحركة أمل والاشتراكي والمستقبل؟ مين المنظومة يعني؟ مين اللي حكم البلد بثلاثين سنة؟ وهيدا الاشياء ما بقى تمرق على حدا. آخر شيء كلنا منعرف انه معظم الأحزاب شلحت مثل ما كنا ندل نقول يعني تيابة الحزبية وجربت تتسلق على المطالب المدنية أو الشعبية وفشلت بفتكر، ولو ما فشلت كنا منشوف يعني وضع البلد أحسن من هيك، ومنشوف أنه مش هالقد مسعورين وعاملين مثل ما بيقولوا بانيك على موضوع الانتخابات، كنا منشوفهم مرتاحين نفسيا أكثر. برأيك البروباغندا يلي انعملت على التيار الوطني الحر، من هذا الباب منفوت على الانتخابات وملف الانتخابات، البروباغندا يلي انعملت على التيار الوطني الحر وأيضا على عهد الرئيس العماد ميشيل عون من 17 تشرين لليوم، دايما بسألوا هذا السؤال، ما أثرت على الناس؟ لأنه حتى لو تعتبروا انتم كتيار انه ما بتتحملوا مسؤولية الاوضاع اللي وصلت لها البلاد يلي نحن فيها، ولا الرئيس عون بيتحمل هذه المسؤولية في منظومة حكمتنا من 30 سنة لليوم وصلتنا للي نحن فيه، عظيم، بس في بروباغندا عملت من 17 تشرين حتى من قبل، بس اذا بدنا نحكي على المتركاج يلي صار من 17 تشرين حتى اليوم، تصويب بالتحديد على فخامة الرئيس وعلى الوزير جبران باسيل، هيدا بالاعلام بالاعلان بالبروباغندا اللي هي ما بتأثر، ما بتغير الصورة، ما بتفوت بعقول الناس، ما بتأثر على قرارات الناس بالانتخابات، ما عندكم تخوف؟ لا، أول شيء حتى ما نكون كمان نحن مش واقعيين، نحن ولا مرة تنصلنا من المسؤولية. نعم، نحن مجرد ما نكون بالسلطة طبعا عنا مسؤولية، جزء من المسؤولية، صح، وهذا الشيء نحن منقبل فيه ومنقبل حتى حكم الناس فيه وتحمل أي انتقاد بهالمجال. نعم، بس أكيد ما منقبل ولا من العدل أو من الدقة أنه حدا يحملنا كل المسؤولية كأنه الانهيار الحاصل لأنه سائب وحصل على عهد فخامة الرئيس هو مسؤوليتنا أو مسؤولية فخامة الرئيس. هي هيدي إذا بدك النياس، انه مين ما شارك بالحكم بالثلاثين سنه الماضيه اكيد عنده جزء من المسؤوليه، بما فيهم اللي جربوا يعملوا شيء منيح وجيد للبلد، لانه اذا اشتغلوا بشكل صحيح على الارجح اخطاوا او على الارجح ما قدروا يحققوا، ونحن منهم هالاحلام يلي كنا نطمح لها. بس تحميلنا المسؤوليه بالشكل يلي صار، الاستفاده من محاولات التعميم بكلهم يعني كلهم لنوصل اخر شيء بس للتيار ولفخامه الرئيس، هيدي اللي افقدت اصحاب هذه النظريه مصداقيتهم عند الراي العام. وصحيح في ناس بتتاثر وفي ناس بتعرفي اصلا الوضع الاقتصادي والاجتماعي بخلي الناس تكفر بكل شيء، اهين شيء يجي حدا اليوم يقول انه ما بدي اسمع بحدا، أو الوضع اللي وصلنا له معناتها ما حدا لازم يحكمنا. نحن واجباتنا نوضح ونفسر،
والحمد لله عم بيساعدونا الأخصام أوقات بالتوضيح والتفسير، لأنه هن عم ينفضحوا بأعمالهم بطريقة الانحياز الإعلامي لأحزاب معينة، لأشخاص معينين، لأفكار معينة، من دون ما يكون إلى يعني أرضية فعلية أو ما تكون مبنية على الوقائع. آخر شيء تتوضح للرأي العام. هلأ الناس اللي بتتأثر بالنتيجة هي بتقرر شو بتعمل، إذا بترجع بتجدد الثقة أو بتسحب هالثقة، وبدها تشوف شو البديل اللي عندها إذا بيستاهل كمان ثقتها، وإذا عندها شعور إنه في إمكانية للتعايش مع هالنظام القائم، أو بدها تساعد الجهات يلي مثلنا يلي هي بدها تسعى لتغيير هالنظام. للمترددين أو للأكثرية الصامتة مثل ما تسمى، أو الزون جريز، والغالبية الساحقة من هذه الزون تتجه إلى عدم التصويت بحسب كل الأحصاءات، أنه في كتير 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 من الناس نحن ما رح نصوت، ما رح ننتخب. لهول بالتحديد شو بتقولي له؟ بدون يفتشوا على الحقيقة، يعني أنا ما في أقول لحدا أو فكر مكانه، بس بدي أطلب منهم أنه يكونوا موضوعيين ويفكروا بأنه هيدا البلد بعده لقلهم. كل شيء عم بيصير هو لن يأس الناس تحمل غراضة ضبك لكيشة مثل ما بيقولوا وتفل. وأحد أوجه الفلي هو إنه ما نشارك بالعملية الديمقراطية ونوصل ممثلين لإلنا. لهالسبب كل هالتعمية اللي عم تصير، كل هالظلامية اللي عم نعيشها، كل هالشعور بأنه ما في أمل، يعني منشوف شغلة بتعطي بصيص أمل نقول رح يتحسن الوضع، نرجع منشوف نفس الناس عم بيأخروا، عم بيعرقلوا، عم بيصعبوا الإصلاح. وفي أمثلة كتير إذا بتحب نحكي فيها، يلا. من نقاش الموازنة، من أموال المودعين، من القضاء وكيفية يعني معالجته لملفات معينة. أنا بقول لهالناس ما تفقدوا الأمل، لأنه الأمل الوحيد أنه البلد يصمد ويرجع ينهض هو بالناس اللي مثلكم، لأنه أنتوا اللي بتعملوا الفرق، وأنتوا يلي قراركم حر ومنكن تابعين أو تبعيين بشكل زبائني لطرف أو لحزب أو لشخصية معينة. أنتوا اللي على أساسكم بينبنى لبنان أحسن وأنظف، ونحن طول عمرنا بالتيار تكلنا على هالكتلة يلي هي بتسميها صامتة، بتسميها نوعا ما حيادية، بتاخد خياراتها من دون ما تفوت إذا بدك بالنقاش السياسي الحاد بالشارع أو على المنابر، بس هي آخر شيء بتعبر عن صوتها، لأنه بتعرف أنه التيار بيمثل لها طموحها وبيقدر يوصل لها أهدافها للبنان أفضل. بلشت تتوضح عندكم شوي صورة التحالفات، وين صرتوا بالانتخابات الداخلية إذا بتحطينا بالجو، بأي مرحلة صار في أسماء محسومة، مرشحة محسومة، وصورة التحالفات بشكل عام؟ هلا نحن بتعرفي بالتيار عنا آلية داخلية من خلالها من أهل المرشحين، وهي بتتكون من ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي استطلاع رأي على المنتسبين بالتيار، بيبدوا من خلاله رأيهم بالمرشحين حاملين البطاقات طبعا، وهيدي انعملت بأوائل تشرين الثاني 2021، وبنتيجتها تأهل عدد من المرشحين بكل الدوائر الانتخابية. صار في مرحلة تانية ثالثة يلي هي استطلاع رأي على قاعدة أوسع من المؤيدين للتيار، من ملتزمين ومناصرين ومؤيدين. أوكي. وعلى أساسها كمان صار في نوع من تأهل لمرشحين، بس بعضهم كل المرشحين إذا فينا نقول بصفة المحتملين. أوكي. كونه المرحلة الثالثة هي اللي بتحسم، وهي اللي بتتعلق بالتحالفات وبمقارنة مرشحي التيار بمرشحين الحلفاء أو من سينضم إلى اللوائح يلي بيشكلها التيار، وبالتالي بتصير بوقتها حسم الترشيحات وتشكيل اللوائح. أوكي، يعني لحديت هلأ ما في أسماء فينا نقول عنا محسومة إنها مرشحة؟ هلأ في بعض الأسماء، أولاً بطبيعة الأمور، يعني في أسماء عنا يمكن كان مرشح أو مرشحة واحدة ضمن دائرة، والأرقام كانت جيدة نسبيا، فإذا يعتبر حكما، يعني حكما أو بطريقة من الطرق عنده أو عنده أفضلية، وهذا الشيء بيتثبت كمان بالمرحلة اللاحقة، إلا إذا التيار قرر بهالدائرة بالتحديد ما ينزل مرشح حزبي.
اما بباقي الدوائر يلي فيها يمكن اكثر من مرشح بدنا ننطر بعد كمان المرحلة الثالثة. صحيح انه قيادة التيار تسعى لتحالفات مع شخصيات مثلا مستقلة، ويعني التركيز يكون مثلا ما بعرف يعني على مرشحين الحزبيين مثل ما كان بالمرة الماضية، انه كمان الوزير باسيل قال المرة الماضية انه الأفضلية لحملة البطاقات، المرشحين حملة البطاقات. في مشاريع لحتى تتحالفوا مع شخصيات مستقلة تكون على لوائحكم، يعني في حلفاء طبعا سياسيين معروفين، وأصلا عم حكيتوا أكثر من مرة أنه عم تبلوروا صورة التحالف مع هؤلاء الأفرقاء. الشخصيات المستقلة أين موقعها من تحالفاتكم؟ التيار أكيد منفتح أصلاً على كل الأحزاب السياسية والشخصيات والفعاليات، ونحن بحوار وتواصل دائم مع الكل بالموسم الانتخابي وقبل الموسم الانتخابي، لأنه كل شخص عنده فكره أو حيسيته أو وجوده بقضاء معين، نحن بنحترم هالشيء، وبالعكس يعني وعلى كل حال تعاوننا مع عدة شخصيات بالماضي كان واضح. في ناس انضموا لنا بالتكتل، وفي ناس بقينا على يعني صداقة أو تواصل معهم حتى لو ما ربحوا الانتخابات بوقتها، وهذا شيء كتير طبيعي. وأكيد كل تيار وتيارية بيطمحوا أنه يكون أكبر عدد النواب يلي بالتكتل هو من حملة البطاقات الحزبية، وهذا شيء طبيعي وهذا شيء صحي. بس أكيد كمان الانتخابات فيها حسابات رقمية وفيها تحالفات سياسية وتحالفات انتخابية، ونحن بدنا نوازن بين هالأمرين. أكيد في نحن بتعرف التيار بيرشح بكل لبنان، يعني منا حزب أو تيار متقوقع بمنطقة معينة، أو طبعا في وزن أكبر بمناطق معينة أكيد طبيعي أخرى، بس نحن موجودين بكل الأقضية وبكل الدوائر الانتخابية، وبالتالي طبيعة الدائرة كمان بتحتم علينا انه ننظر بخصوصيه معينه. يعني في اماكن نحن عنا اذا بدك الارجحيه بتشكيل اللائحه، وبالتالي بصير مرشحين التيار هن اللي عندهم الوزن الاكبر. محلات تانية يمكن الناس اللي بنتحالف معهم هن وجودهم افعال او تمثيلهم اكبر بالدائره المعينه، يمكن ساعتها بنكون نحن عم ننضم للائحة بدل ما نشكل لائحة. بالتالي رح يكون في خلطة مثل العادة. أكيد مطرح كوني أكيدة مطرح ما عنا قدرة وإمكانية بحسب استطلاعات الرأي إنه ننزل تيار أو تيارية من حملة البطاقات، هيدي أكيد الأولوية. وفي عنا كتير كمان أصدقاء للتيار مثل ما بيقولوا بالدارج عونية أكتر منا، وبنفتخر فيهم، وما بتكون يعني عدم وجود بطاقة بين إيديهم هي مانع أنهم يكونوا معنا. وفي أشخاص بفكر سياسي قريب منا أو عندهم حيثية معينة كمان رح يكونوا موجودين. فيني أسألك عن بعض الأسماء أو بدك تقولي لي؟ لا بكير. لا أكيد مش ضمن التيار، على الحلفة. لا حتى التحالفات بعد ما وضحت التحالفات الانتخابية، مثل ما قلت لك في تحالف سياسي وفي تحالف انتخابي، فينا نسأل؟ فيك تسألي، أنا ما في بالعكس حرية التعبير مصاني، بس أنا في على القليل يكون عندي يعني حرية إني جاوب باللي بقدر جاوبه، لأنه في أشياء مش محسومة حتى ما أعطي معلومات عظيم. خطأ مش لأنه ما بدي جاوب. اتفقنا. خلينا نبلش من الدائرة يمكن الأصعب بالنسبة للتيار، هي دائرة بشري، كون يعني معقل القوات اللبنانية هناك. في أرقام وأحصاءات بتقول، ومبارح زميلتنا الصديقة رولا إبراهيم كانت ضيفتي وعملة بالأرقام مفندة أرقام القوات، أنه ممكن لو تحالف التيار مع ويليام طو بهذه المنطقة كان ممكن، مش أكيد، احتمال تحقيق خرق. هلأ يعني أول شيء بس للدقة، بشري قضاء الدائرة أوسع وبتضم الأقضية الباقية بالشمال، يعني في تداخل وتأثير بحكم كيفية احتساب مثل ما بتعرف الحواصل والأصوات التفضيلية. هلأ واضح من كمان ترشيحات الأفرقاء الآخرين أنه في حرص على الحفاظ على
المكتسبات المحققة بمقاعد بشري بالتحديد. نعم. يعني كمان نحن بالتيار ما كان عندنا مرشح ببشري بالمرحلة الداخلية تأهل من بشري، بقى كل احتمالات مفتوحة على مستقلين أو على ناس قراب منا، وهيدا شيء كمان مرتبط بشو رح بيصير بالأقضية الثانية من ضمن نفس الدائرة. لهالسبب ما فينا ناخد يعني قضاء بشري لحاله، لأنه منه هو دائرة انتخابية لحاله. عظيم. بالباترون الوزير جبران باسيل أكيد المرشح، المرشح المنافس عن القوات اللبنانية غياس يزبك بيقول أنه المعركة صعبة. كيف بتشوف المعركة بالباترون؟ يعني ما بدي مثل ما بيقولوا سخف المعركة، أكيد يعني كل شخص عنده حق يكون طموح ويمارس حقه الديمقراطي، بس ما بفتكر بوعي المجتمع اللبناني والمجتمع البترني بيقولوا ايه بالغربترونية باللهجة، يعني ما فينا نقارن بين شخص عمل يلي عمله كرمال قضاء البترون وصارت ديستنيشن وجهة سياحية داخلية ومن سواح أجانب بشخص قرر يعني بين ليلة وضحاها يترشح وصار بده ينا نصدق على وسائل التواصل انه كل يوم بيتصل ساعة بأجيره وساعة بموزعي المزوت وساعة بالمتعهدين ليعالج مواضيع بالبترون. على كل حال الحكم للناس. عظيم. بجبال رح يكون ممكن يكون في أكثر من مرشح حزبي للتيار؟ كمان جبال هي من ضمن دائرة كسروان جبال وحسب التحالفات هي يلي بتحكم يعني عدد المرشحين الحزبيين كان كسروان أو جبال. عظيم. لأنك أتيت على ذكر كسروان ذكرتيني، سمير جعجع رئيس القوات اللبنانية بيقول هو معلنا ترشيح شوقي الدكاش، ما خلصت من أسئلة الحلفاء رح أرجع بس بيقول عن معلن ترشيح، كيف أنا ذكرتك سمير جعجع معلنا ترشيح شوقي الدكاش بدائرة كسروان من هون ذكر أنه يعني بما معناه انه اللي اذا بتنتخبوا القوات بتساعدونا تنطلع من جهنم يلي نحن فيها، وكل صوت لحزب الله والتيار الوطني الحر هو كأنه الانسان عم يمدد وجعه بايده. شوف هذا تصريح فيه مصداقية قد ما فيه مصداقية كان بتصريحه عن ترشيح غسان حصباني ببيروت الاولى، وعد كمان يلي رح صوتوا لغسان حصباني انه رح ينزلوا الدولار. يعني هيدا المنطق ما بقى يعني عن جد ما بيسوى نضيع وقت انه نعلق على هالامور، لانه واضح في تصاريح شعبويه، في تصويب على فكره معينه شيطنه معينه للتيار، وعلى امل انه الناس تصدق. وبس الشيء اللي عن جد انا بحب انصحهم فيه انه مشكله انه حتى اللي بيزعل للتيار من التيار أو بيصدق يعني شيء من يلي عم يدعوه، إذا هو كان أصلاً يعني من محبزي التيار ما رح يروح يصوت للقوات، يعني ما يتكلوا إنه ياخدوا هيدا الصوت، لأنه هيدا الصوت طبيعته ما بتشبه نموذج يلي عم بيقدمه. بقى إذا عن جد حدا بده يصدق بده ينزل الدولار بيروح بينتخب أو بده شو كان يطلع من جهنم، يطلع من جهنم، بقى يعني كل هيدا التعبير تمثيلية ومسرحية، شو بدي أقول لك؟ طيب إذا كنا نتمنى نكون عم نناقش فكرة سياسية عميقة أو طرح إصلاحي له علاقة بالبلد، بكيفية استعادة أموال الناس، بكيفية الحفاظ على ثرواتنا النفطية والغازية، بكيفية النهوض الاقتصادي، نصير عم نحكي جمل شعر. من ضمن الجمل والشعر لما بيقول انه هو الزعيم المسيحي الاول، بتعتبره انه هو رئيس الحزب المسيحي الاكبر في لبنان؟ تصريح مؤخرا منه. يعني كمان عم قلك نفس المصداقية، انه اخر شيء الناس بتحكم الارقام بتبين. بنتذكر بال2018 كمان يعني كان
كانوا مضايعين إذا أي كتلة أكبر وكيف بيحسبوا النواب. ماشي الحال. إذا كملنا شوي منجي لصوب المنطقة هون بعبدة، التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل، ماذا عن هذا التحالف؟ كمان عم تدرس يعني مختلف الاحتمالات. بتعرفي أول شيء نحن بكتير دوائر حتى بال 2018 كنا على لوائح منفصلة أوقات عن حلفائنا لأنه هالشيء كان بيشكل مصلحة انتخابية. صحيح، وهذا شيء ممكن يتكرر بانتخابات 2022، ومع الأخذ بالاعتبار كمان المعطيات السياسية أو مدى التقارب السياسي مع الحلفاء والأفريقاء الآخرين. هذا كمان موضوع قيد الدرس مثل باقي الدوائر، ولازم يعني من هلا لشهر او اكثر تنحسم كل هالامور. اوكي، بعد في دايره حابه اسالك عنها انه بتهمني انا كثير، دايره الشوف محل ما بصوت. كمان ماذا عن التحالف؟ بدك تقولي لي بعده عم يندرس، بس كمان عم يحكى من ضمن المعلومات اللي عم يتم التداول فيها انه من بعد ما كان اعلن الوزير بأم وهاب انه هو على لائحته من هون من الاو تي في انه هو سوف يكون على لائحته الوطن الحر، يحكى بعدنا عم بما يحكى ويقال ويشاع وقد يكون يعني منه اكثر من حكي انه في هيك بينه وبين طلال ارسلان حكي انه ممكن يكونوا بلائحه منفصله، عم تدرسوا التحالف مع بأم وهاب وطلال ارسلان بدائره تشوف علي، في صوره اتضحت شوي بهيدي الدائره او لا كمان بعده كله قيد الدرس؟ هلا اكيد الامير طلال هو اصلا موجود في التكتل وهو حليف يعني وفي كتله لإله ضمن التكتل ضمانه الجبل. هلا عن جديد وما في شك يعني التطور اللي حصل بعزوف الرئيس الحريري عن الترشح بيخلط شوي الاوراق، خاصه بالمناطق اللي فيها وزن للطائفه السنيه الكريمه، وبتشوف وحده منها صح. ويمكن الحسابات تتغير بتغير هذا المعطى، وبالتالي اذا عم بفكر ان كان الوزير وهاب او الامير طلال او اي او حتى يعني التيار وحلفائه بامكانيه تشكيل اكثر من لائحه، هو لانه هالشيء كمان متعلق بكيف شو اللي رح يصير على الضفه الثانيه. وبالتالي هلا هذا الشيء استجد، والاستطلاعات الجاية والحسابات هي رح تسهل هيدا القرار. بفتكر الموضوع انتخابي أكثر منه سياسي. يعني حضرتك بتميز بين التحالف السياسي والتحالف الانتخابي؟ هو أفضل شيء بالمطلق أنه التحالف السياسي يكون يعني متناسب تماماً مع التحالف الانتخابي، بس القانون النسبي وصوت التفضيلي وكيفية احتساب الربح والخسارة بحتم عليك تعمل حسابات انتخابية، وكثير أوقات وشفنا أمثلة حتى بالانتخابات الماضية كان معنا حلفاء يمكن منهم متوافقين معنا تماما على بالمواضيع السياسية، أو يمكن حتى في بعض من جمهورنا ما كثير برحب فيهم، بس هيدي لضرورات انتخابية. طالما أنت عم تستفيدي من وضع معين لتعززي حضورك ما في مشكلة، لأنه أنت بالنتيجة رح ترجميه بالسياسة اللي أنت مؤمنة فيها. أوكي، في باب جديد انفتح على التيار الوطني الحر، حملة جديدة من باب الدائرة 16 للمغتربين المنتشرين، وفي حملة جديدة بهذا الموضوع تحكي انه التيار بصدد اعداد قانون معجل مكرر حول هذا الموضوع، ما قد يطير الاستحقاق الانتخابي لانه رح يخلق مشكل جديد. اولا انت بتعرفي موقف التيار من موضوع الدائره 16 وموقف مبدئي، ونحن مصرين عليه لاهميته استراتيجيه بموضوع الاغتراب اللبناني ومشاركتهم بالحياة السياسية وإيصال صوتهم وحاجاتهم إلى الدولة اللبنانية. وبالتالي العمل اللي انعمل من قانون الانتخاب بال 2017 لليوم هو كان لزيادة مشاركة المغتربين وتمكينهم أن يكون عندهم مشاركة فعالة مش بس بالتصويت ولكن
كمان بالترشح وبالتمثيل، وبالتالي يكونوا جزء أساسي من هال إذا بدك البانوراما النيابية للبنان. مع الأسف صار اللي صار بموضوع التعديلات، وهي هذه التعديلات يلي كان هدفها طي الانتخابات، مش إنه مطالبة بتطبيق القانون، لأن القانون كان نافذ، قانون الانتخاب بالدائرة 16، ومثل ما بتعرفين احنا قدمنا طعن وما في زوم نرجع نخبر المشاهدين شو صار بالطعن والفضيحة المدوية بالمجلس الدستوري والأزمة السياسية اللي نشبت على إثر هالشي. وبتعرف قديش سقفنا كان عالي بموضوع يعني عدم السماح بتسييس هيك ملف، خاصة انه هو يعني كتير التيار بشكل خاص، لانه هو ثمرة نضال لاستعادة مشاركة المغتربين. هلأ نحن اليوم امام واقع هو انه الطعن لم يبت به ولم يصدر قرار، ومع ما يرافق ذلك من إذا بدي تداعيات بالسياسة، امتعاض منا من القراب والبعاد. نحن يعني حاليا على الأقل أنا مش على علم إنه عم نعمل قانون هيدا القانون يلي عم تتفضلي فيه، بس أكيد إذا نعمل هيدا القانون نكون نحن متداعمين من دون أي حرج، وأكيد منه سبب ابدا لتطيير الانتخابات، بالعكس هو سبب لتسبيب الانتخابات ولا اعاده الحقوق لاصحابها، لانه كمان بموجه البروباغندا والشعبويه اللي صارت جزء من المغتربين صدقوا انه رح ينتخبوا 128 نائب بدل 6 نواب، واللي هي هيدي الكذبه الكبيره، لانه ما حدا بينتخب 128 نائب لبنان. هذا تاثير البروباغندا. انت بتنتخبي انا بصوت تفضيلي واحد وليحة من قديه 8 بقى بشوف 3 موارنه كاثوليكي 2 دروز 2 صنة 8 فاذا هيدا يعني من الاقضية اللي فيها عدد نواب كبير، بغير محلات في محلات بينتخبوا اقل بكثير. صح. فاذا بعيدا عن الشعبويه، واذا بنطلع لقدام يعني ننسى الانجرناج السياسي هلا الواقعين فيه وشد الحبال وكيف كل حدا بده يسجل نقطه على الثاني، بس ونرجع فشخه لورا ونفكر عن جد استراتيجيا المغترب اللبناني شو بده؟ عن جد بده ينتخب حدا بزف الطريق بعكار، او حدا بيقدم مشروع محلي إذا هو عايش صار له سنين برا، ولا بده حدا يوطد علاقته ببلده، بده حدا يشوف كيف يأمن له سهولة ليعمل معاملاته، كيف يأمن له فرص يستثمر ببلده، كيف وراقه بدل ما يقعدوا بالسفارة وقت طويل ويجوا لهون على الدوائر يكون في آلية سهلة. هيدا اللي بده إياه المغترب. إذا عنا مرشحين، بس فكري معي، إذا عنا بس بعض المرشحين عن الاغتراب عم يبرموا على هالدول يوقفوا على حاجات المغتربين، قدي كان هالشي بيقوي التواصل بين المغتربين وبلدهم. هذا الشيء يلي مع الأسف هو وطني واستراتيجي وله أبعاد كبيرة، خاصة يعني إعادة الوصل بين هالشريحة الكبيرة من اللبنانيين اللي هن أضعاف عدد. صح. اللبنانيين. صح. المقيمين. آخر شيء من سخفه بيطلع إنه لا، لازم يعني لازم الناس يلي صار لهم 10 سنين يمكن ما زاروا لبنان ينتخبوا شخص بس لأنه من العائلة بالضيعة، أو لا يرجعوا يعني يثبتوا نظرية الإقطاع أو الانتخابات الصورية من دون هدف. بكل الأحوال موقفنا ما بيتغير، لو قد ما في إذا بدك ضغط إعلامي أو بروباغندا، الموضوع لقلنا مبدئي ومنه مستشفى. أوكي، بس في نقطة حابة ناقشك فيها رح أتركها لبعد البريك لأن لازم أخذ بريك، وهي ارتباط المغترب بجذوره وبمنطقته. إذا هو مغترب وأكيد بهمه مين يسهل له معاملاته، مين يربط له علاقته أكتر بوطنه، ولكن أيضا بهمه مين بيعمل له إنماء بمنطقته بقريته، بهمه حدا يعمل مشروع يشتغل فيه خيه ابن عمه يمكن، ما بعرف، ما بتهم المغترب هيدا كمان لهالسبب. ولأنه المغتربين فئات مختلفة، ناس اغترابهم حديث وناس اغترابهم صار له سنين، هن بيقدروا يختاروا يلي بحب ينتخب بمنطقته ولضيعته وللدائرة يلي هو فيها
بلبنان بدائرة النفوس بيقدر يجي وينتخب ومن منع من هالحق مثل أوكي. ما كان الانتخاب قبل يصير. بس يلي حابب انه هو يكون عم بيطور العمل لمصلحة المغتربين بعلاقتهم مع بلدهم بيسجل برا وبينتخب برا. نعم واضحة. خليني أخذ بريك ونرجع. نعود لمتابعة حلقة رح نبقى سوا مباشرة على هوا الأو تي في، ومنرحب بضيفتنا مرة جديدة. أهلا وسهلا فيك مارتين نجم، نائب رئيس التيار للشؤون الإدارية. كنا عم نحكي قبل البريك عن المغتربين والمنتشرين وماذا يريدون من لبنان، ولكن كتار اليوم خصوصي بعد الكمية الكبيرة الأرقام العالية جدا لتسجيل المغتربين، سجلوا بطريقة يمكن 3 أضعاف أكثر من أول مرة، بدهم ينتخبوا كتار، عم بيعولوا أنه هذا صوت سيكون ضدكم، ضد التيار الوطني الحر. هلأ أول شيء بين هلالين، نحن كنا معولين أنه تزداد أعداد المسجلين، وبالعلامة وقت رئيس التيار الوزير باسيل طرح القانون وفكرة اقتراع المغتربين، كان عم بيقول أنه أكيد أول مرة يمكن تكون الأعداد قليلة لأنه الناس مش معودة على الفكرة، أو يمكن ما صدقت أنه رح يتم هالفرصة. وبينسوا الناس أنه المغتربين ما بحياتهم كان عندهم هالفرصة يشاركوا بالانتخابات، والتيار هو اللي جاب هالفرصة، وبدهم يقنعون بعض السياسيين أنه نحن عم نحاول نحرمهم منها. بس اللي حبيت أقوله بين هلالين أنه حتى بالاقتراح ونبحث بوقتها بال2017 انه اذا سجل 200 الف لل2022، نحن هلا سجل 225 الف صحيح، واذا معناتها انه المره الجايه فينا نزيد عدد مقاعد الاغتراب، لانه نحن القانون كمان كان بيقول انه بال2026 بده ينقص مقاعد 6 من البرلمان اذا بدك الداخل لحتى ما يزيد عدد النواب، وانه اذا بعدين شفنا في اقبال اكثر بنزيد عدد النواب. فاذا نحن من المعولين على زياده المسجلين بالخارج، واكيد انه التواصل مع المغتربين هو يلي بخليهم يصدقوا طروحات سياسيه او لا. نحن مش جايين يعني اليوم نخبر قصتنا للمغتربين وما بيعرفونا، نحن جزء من حالة الاغتراب اللبنانية. نحن عنا هيئات بمعظم البلدان والمدن، وهيئات يعني تابعة إداريا وتنظيميا للتيار الوطني الحر، وعنا مؤيدين ومناصرين بكل دول العالم مثل ما عنا بلبنان. فإذا هذا الشيء ما بيخوفنا ولا بيزعجنا أنه يكونوا كتار. نحن كنا عم ندعي مناصريننا للتسجيل، عم نلاحق هيئاتنا ليسهلوا ويخبروا الناس أنه لازم يتسجلوا قبل انتهاء المهلة. فإذا هذا الشيء بالعكس بيريحنا. بس ما في شك أنه في جزء من المغتربين، لنكون واقعيين، يمكن بسبب الحملات والبروباغندا اللي حكيتي عنها والضغط السياسي بحسب طبيعة البلد ممكن يكون اتجاهه اتجاه آخر، بس هالشي ما بيعني انه نحن عنا اي توجس من هالموضوع. المرأة في الانتخابات، مرأة التيار الوطني الحر السيدة في التيار الوطني الحر، اين سيكون موقعها في الانتخابات؟ أول شيء أنا بفتخر أنه التيار قدم نموذج لكل الأحزاب اللبنانية بمشاركة المرأة في صناعة القرار داخل التيار، ويمكن أبرز مثل على هالشيء وجود نائبتين للرئيس، هن بصلب الحياة التيارية والحياة العامة. اثنين، التيار ومن ضمن الطعن اللي تقدم بموضوع الانتخابات كان في موضوع الكوتا النسائية أحد إذا بدك الأسباب الموجبة للطعن. نحن كنا مقدمين اقتراح قانون بيزيد مشاركة المرأة على مرحلتين تشبه شوي طريقتنا بمقاربة موضوع المغتربين. المرحلة الأولى طلبنا باللوائح المختلطة، يعني ما يكون في ولا لائحة
ما عليها امرأة بكل لبنان وبكل الأحزاب. والمرحلة الثانية هي للانتخابات الجاي، طلبنا أن يكون في حجز مقاعد للنساء، وعملنا عددهم إذا ماني غلطانة كان 18، لحتى نراعي مطرح ما فيه على نفس المذهب 3 مقاعد يكون واحد محجوز للمرأة. بالتالي ما بنكون عم نخل بمبدأ المساواة أو عم ناخد يعني كتير من حصة الرجال، وبنفس الوقت عم نشجع النساء وعم نحفزهم. فإذا التيار حريص بالمبدأ وبالمطلق على مشاركة المرأة. أما بالنسبة للي رح يصير هلأ، بما أنه ما مر القانون والطعن كمان لم يبت به التيار، وأنا بعرف أنه يعني رئيس التيار وكلنا بالفريق اللي منخرط بالعملية الانتخابية وبالمساعدة بموضوع الانتخابات حريص جداً أنه يكون في مرشحات سيدات على لوائح التيار، إن كان من التياريات أو من خارج التيار. وهذا الشيء مش لأنه مثل ما بيقولوا نقطة بدنا نسجلها بسجلنا انه رشحنا نساء، او بدنا نفرجي المجتمع الدولي انه نحن تقدميين بتفكيرنا، بس لانه هو جاي عن قناعة فعلية باهمية دور المرأة بالحياة السياسية وبفعاليتها وقدرتها على التعاطي بملفات دقيقة وصعبة وايصالها لخواتيم جيدة. يبقى ان شاء الله انه نقدر ان نرشح عدد لا باس به من النساء كمرحله اولى، على امل انه الانتخابات الداخليه بالتيار المره الجاي كمان يكون مشارك فيها سيدات اكثر تقدر تتاهل على الترشيح النهائي ان شاء الله. خلينا نحكي شوي بالملفات السياسية على الساحة الداخلية، ويمكن من أبرزها الموازنة اللي عم بيتم مناقشتها. واليوم أعلن رئيس الحكومة أنه سوف تكون هناك جلسة بقصر بعبدة الأسبوع المقبل لهذا الموضوع. كيف شايفين الموازنة؟ في كتير انتقادات عليها، ومنهم مثلا اليوم الدولار الجمركي رح يصير على سعر المنصة، منصة صيرفة. في كتير انتقادات، وحتى حزب الله يمكن من المنتقدين لهذه الموازنة، وفي علامات استفهام. كيف شايفين الموازنة؟ شو هي مقاربتكم للموازنة التي تناقش اليوم في مجلس الوزراء؟ بدي أكون صريحة معك من الآخر مثل ما بيقولوا. مع الأسف عم نشعر أنه عم نعمل موازنة كأنه البلد بألف خير، يعني منناقش تفاصيل بقلب الموازنة ما كأنه في انهيار اقتصادي، في حاجة لرؤية مستقبلية، لخطة نهوض. تعرفي فخامة الرئيس قال من أول يوم أنه هو لن يوقع على موازنة ما بتعكس خطة التعافي المالي، صح، أو تعكس رؤية للنهوض. وآخر شيء هيدا التعافي له شروطه، منا اللي طالبها يعني صندوق النقد الدولي، ومنا يلي هي بديهيا لازم يكون في مع التقشف يكون في انفاق بالمكان الصحيح. فاذا تحليلنا ورؤيتنا، بتعرفي نحن مش مشاركين مباشره بالحكومه من خلال حزبيين، وبالتالي يعني ما عم نكون بصلب النقاشات التقنيه للموازنه، بس الاكيد منه انه عندنا كثير تساؤلات. هل هالموازنة هدفها فعلا النهوض الاقتصادي بالبلد، ولا تقطيع وقت وتغطية أسباب الفعلية للانهيار؟ هل الموازنة بدها تقارب ملف الودائع وتوزيع الخسائر، وتجي تقول للناس شو صار بودائعهم وكيف بدنا نستعيدها؟ هل يعني اصلا ما هو نحن عايشين شوي شيء سوريالي، انه اذا بدك الاشخاص يلي هن سبب او وصلونا لهالكارثه الماليه، هيدي الموازنه وعم بيتم التعاطي مع هالملف كانه هن ذاتهم هن اللي بدهم ينقذونا من الكارثه الماليه. يعني انا شخصيا ما عم بقدر اتخيل انه كيف بدنا نقر موازنه
بوجود مثلا حاكم مصر في لبنان بعده نفسه بحاكمية مصر في لبنان. يعني في تناقضات بتخليك تشكي انه فعلا في نية للنهوض بالبلد. بالتوازي مع هالشي في متطلبات فعلية، في واجبات لازم يقوم فيها مجلس النواب، إلها علاقة بالكابيتال كنترول وإلها علاقة بالتدقيق الجنائي وغيرها. ما فينا نحن ندل بهالمماطلة وهالتأخير إن كان من مجلس النواب أو من حاكمية مصر في لبنان أو من وزارة المالية، وبعد كل يوم عم نخسر أكثر وأكثر من ودايعنا، وكل يوم ما عم نشوف إنه عم نقرب إنه نعمل حل. بقى يا الموازنة بدها تعكس رؤية فعلية وخارطة طريق للنهوض، أو بدها تكون موازنة تقنية منعد فيها شوية أرقام. ونحكى كثير إنه هاي الموازنة هي موازنة رقمية أكثر من موازنة مواجهة ونهوض بروحيتها، وهذا الشيء منه صحي وما بيقدر يكمل. ونحن معولين إنه بس ترجع الموازنة على مجلس النواب يكون عنا أكيد صوت ومساهمة إذا بدك إصلاحها، وتعويل الأهم على فخامة الرئيس إنه بس بدها تحصل على شرف توقيعه تكون عن جد بتلبي حد أدنى من طموحات أي مواطن ببلد هالقد وضعه صعب. خايفة على أموال المودعين؟ الملف القضائي كله، إذا بدنا نحكي المالي والقضائي، لأنه هن صاروا اليوم مرتبطين كتير مرتبطين ببعضهم. أموال المودعين إلى أين؟ في كتير ناس، كل الناس، مش في كتير ناس، كل الناس خايفة على مصرياتها ومش عارفة إذا رح يرجعوا لها ولا لا. بالمقابل في ملف قضائي مفتوح على مصراعيه، واللبنانيين ينتظرون ما سيقول إليه هذا الملف. شو المقاربة؟ هلأ ما في شك أنه اللي عم بيصير بأموال المودعين والمفاجآت يلي بتصير معنا كل يوم، كل مواطن شو ما كان حجم وديعته كل يوم عنده مفاجأة مع المصرف اللي بيتعامل معه. امبارح حتى بالليرة اللبنانية مش قادرين نسحب مصاري. نعم، وما بتفهمي على أي أساس الدولار بيطلع وبينزل. صح صح. في يعني مهزلة سميها، يعني ما بدي استعمل كلمات كبيرة، بس عن جد في شيء ما بقى مقبول ولا من يوقف هذه المهزلة 100%. ماشي. طب نحن قبلنا انه يصير فينا هيك، بس كمان بدنا نقبل ما حدا يتحاسب على اللي عم بيصير فينا. من هون نفوت على الملف القضائي. يعني بيصير اللي صار بالكاميون ماضيين باخر الشهر واول الشهر، انه يروح العسكري ليقبض معاشه يقبضوا إياه على دولار الصيرفة اللي هو أغلى من دولار السوق السوداء، ويصفي خسران بمعاشه 400,000 و300,000 يلي هي بتعمل فرق كبير للعسكري والموظف والأستاذ وغيره. يعني وما حدا بيطرح الصوت، ما حدا بيعترض، كأن شيئا لم يكن. أنا أوقات بتسأل وين الناس، وين اللي بيسموا حالهم ثوار، وين اللي بيسموا حالهم حريصين على البلد؟ كيف معقول انه حدا عم يسرق بعد مش يعني عم يسرق حرامي او عم يسرق حدا مرتاح ماديا بيقول لك ماشي الحال طنش له على 300-400 ليرة، عم يسرق حدا محتاج، عم يسرق حدا واقع تحت كاهل هالازمه الاقتصاديه. هيدا كفر اسمه، هيدا ما بقى اسمه لا سياسة مالية ولا سياسة نقدية ولا شيء، اسمه سرقة موصوفة. وصلت الوقاحة انه غير الحجز على ودائع الناس واللي ما حدا حابب يخبر الناس ببساطة، وهذا اللي قلنا الاشياء اللي لازم تعكسها الموازنة، شو خارطة الطريق؟ بعد سنة رح يصير هيك ولا بعد سنتين رح يصير هيك؟ وشو فيكن تعملوا بصرياتكن؟ وإذا رح يرجعوا لكم وقدام منهم رح يرجع لكم؟ وهالخسارة مين بده يتحملها؟ المواطن بس بده يتحملها؟ ما صار له سنتين عم يتحمل خسارة المواطن، لا المصارف متحملين خسارة، لا في حدا تحاسب بهالدولة اللبنانية مرتبط بالمسؤولية المالية أو النقدية. طب آخر شيء في خلل ببنية التعاطي مع هالملف، وهيدا الشيء ما بينسكت عنه.
وبس يجي القضاء ليتحرك ليحاول يفتش عن حقيقة أو ليكشف أو ليحاسب مذنب، منشوف كل المنظومة، أولا الإعلام وتانيا السياسة والتالتة المال والمصارف، تجندت كلها للدافع ولتبرر ولتظهر كأنه المشكلة باللي عم بيطالب بحقه، المشكلة بالقاضي اللي عم بيفتش على الحقيقة، مش المشكلة باللي عامل ومرتكب. واللي شفناه عن جد ما في وصفه إلا بغير المقبول، يرتقي لمستوى الجريمة. هيدي جريمة بدهم ينا نعمل عنا عفو عام مثل ما نعمل أوكي. بالعفو العام بالدم وبميليشيات الحرب، مثل ما كل فترة بيحطوا لنا القانون على الطاولة لحتى هيدي ثقافة عدم المحاسبة دلنا عايشينا. هلا بينتظروا منا نتعب ونيأس لدرجة نقول لهم اوكي صفروا العداد اوكي، بس هالمرة ما فينا نصفر العداد لانه هيدا منه عداد دين الدولة وشي مرتبط بس بالمنظومة الحاكمة مثل ما صار بالتسعينات وبالحرب. هيدا عداد مصريات الناس شقى عمرهم وتعبهم، هيدا ما بيتصفر، هيدا في أجيال بدها تشوف حدا عم يتحاسب. ومش الهدف انه نعلق مشنقة ونتفرج او يطلع حدا كبش محرقة، هيدا اللي بدي قلك اياه. لا ما بدنا كبش محرقة، بدنا نعرف شو صار، بدنا نعرف كيف راحوا الودايع، بدنا نعرف هالفجوة اللي بنحكى عنها بمصرف لبنان قديش هي. كل يوم في رقم شكل مثل كأنه عم نلعب أو عم نتسلى، نحكي بخمسين مليار نرجع مصير بتسعة وستين، نرجع من نط على المية وثلاثة. ما حدا بيعرف هالفجوة لا كيف تكونت ولا شو أساسها ولا شو مأثر على الاقتصاد، ومنجي منخبر الناس ومنضحك عليهم أنه الحق على الكهرباء، حق على العجز بالكهرباء. هو كل الانفاق اللي نعمل على الكهرباء ما له علاقة بالفجوة بمصرف لبنان. يعني بس لتشوفي كيف الاشياء بتتسخف، ومنجر الناس على الشعبوية ومنسرق من الناس حتى معاشهم بهالظروف كرمال نغطي على الجريمة الموصوفة. وبس يجي قاضي، لنرجع للقضاء، يقوم بواجباته بقضية صار فيها يعني دول أوروبية معنية، ما بقى قضية بس لبنانية لتقولي انه فينا نطنش او في حدا يتزكى على حدا. في مسؤولية للقضاة اللبنانيين وللدولة اللبنانية انها تجاوب لوكسمبور وسويسرا وفرنسا وانجلترا والبلدان كلها المعنية بالملفات تبييض الاموال. بس في دول اخرى راسلتهم القاضي غادة عون وما تحركوا. في دول يمكن رفعت دعوة، بس في دول ما بدها تتحرك، وهذه دول قوية جدا. بس هذه الدول تحركت بملف شركة فوري أسوسيتس، واليوم يعني قبل ما فوت لعندك على الاستوديو سمعت كمان انه صار في ادعاء فعلي من لوكسمبورغ على حاكم مصرف لبنان أوكي. بموضوع 180 مليون دولار بحساب الى اخره. هلا السؤال، اليوم حاكم مصرف لبنان استعملت التعبير بيقول انه يريدون جعلي كبش محرقة. السؤال الذي يوجه، اوكي حاكم مصرف لبنان مرتكب، حاكم مصرف لبنان اموال المودعين بخطر، الليره بخطر، انا على الناس على مر سنوات انه الليره مستقره ولكن لم تكن كذلك، ما الى هنالك. ولكن دائما انا بقوله وبرجع بسال هذا السؤال، اساس المشكل عنده او اساس المشكل عند سياسيين؟ أنا وياك وكل اللبنانيين بيعرفون وضعوا هذه السياسة المالية والنقدية وجعلوا من اقتصادنا اقتصاد ريعي غير منتج، نزلوا الناس من القرى قعدون بالمدن، حطوا مصرياتكم بالبنوك، وهمونا أنه الليرة بألف وخمسة وهي الليرة منا ما بتساوي هيك، عملوا لنا مود في مصطنع مصطنع، ما كان في بيت إلا ما فيه عاملة منزل، ما كان في لبناني إلا ما يعمل سفرة أو سفرتين بالسنة. مش عم نقول غلط، بالعكس كان بالعكس انه صحتين على قلبهم لبنانيه، برافو عاشوا مدوا فيه، ولكن كان مصطنع ما كان حقيقه، وهموا الناس بشيء لم يكن حقيقه، وهودي السياسيين اللي عملوهم مش المصرفيين ولا حاكم مصرف لبنان. في سياسيين حطوا سياسه ماليه واقتصاديه ونقديه مجرمه
بدي أقول سياسي مجرم بحق شعب بأكمله، كذبوا على هذا الشعب 30 سنة وآخر شيء نهار كل شيء. رح نشوف هون إذا طموح الكسر أنه يشوفوا فلان أو علان خلف القضبان، رح نشوف عند السياسيين ناس خلف القضبان، لأنه أكيد في ناس تستاهل. أول شيء نحن ولا مرة اعتبرنا أنه في شخص واحد مسؤول عن كل شيء. أوكي. وواضح أنه في منظومة بتحمي بعضها، عشان هيك أنا بس حكيت عن الإعلام والسياسة والمصارف والحاكمية ومجلس النواب كلها مرتبطة ببعضها. أوكي. بس في شيء كمان ما فينا نتغاضى عنه، أول شيء السياسة النقدية هي من صلاحية حاكم المصرف، تثبيت سعر الليرة وكل ما إلى هنالك، فوائد العالية، الهندسات المالية، كل هول من يعني بالمعنى المباشر ما في أمضى من وزارة عم تسمح له للحاكم أو من رئيس جمهورية أو إلى آخره. أوكي. بس هذا مش واقع. سياسة الاقتصاد الريعي صح، هي مسؤولية الدولة. سياسة الاستدانة هي مسؤولية الدولة. العجز بالقطاعات هو مسؤولية الدولة. الرواتب والأجور هو مسؤولية الدولة. قطاعات تنمو على حساب قطاعات. متفقين. وهذه السياسة هي اللي أدت لهالتداعيات الاقتصادية اللي عم نعيشها. بس في شيء ثابت يلي هو بالمنطق وبالعلم وبالصلاحية. بيقولوا أنه أنت بتحاسب حدا إذا عنده أول شيء المعرفة، يعني إذا عارف حاله شو عامل. أوكي. اثنين إذا قادر يعمل يصلح اللي عمله، وثلاثة إذا عنده صلاحية يعملها. مزبوط؟ أنت اليوم لا سمح الله بتعملي حادث سيارة، تصدمي حدا بالشارع، لو مش بقصدك. مزبوط؟ لو أنت سايقة على مهلك، سايقة بشخص واقف ضربتيه بالسيارة، تحملي مسؤولية جزائية قدام القضاء. طبعاً. صحيحة أو لا؟ طبعاً. لأنك عملتي ضرر عن قصد أو عن غير قصد. يعني أنا بدي أفترض حسن النية، حسن الإدارة وحسن الرؤية المستقبلية وقت كنا عم نطمن على استقرار الليرة وغيرها، بس وقعت الليرة، في حدا بده يتحمل مسؤولية وقوعها الليرة. بالشق الثاني اليوم يعني ما تاخذيني، بيكون حدا مدير فرع صغير ببنك، بيطلع خبرية عنه انه يمكن عامل شيء مشين للأخلاق او اجى بلا كرافات على البنك، يعني في كود، بيطير من شغله لما ينزع إيماج البنك عند الناس، صورة المصرف، لما يأثر على سمعة المصرف، لما يأثر على ثقة الناس بهالمصرف. عم نحكي عن فرع صغير بمكان. طيب كيف إذا القائم على مصرف لبنان المركزي في بحقه دعاوى تبييض واختلاس أموال من 6-7 دول أوروبية، في قضاة لبنانيين مستدعيينه بقضايا مهمة، كيف بعد إذا بس بدي أفكر بصورة لبنان وبثقة الناس بالنقد والعملة اللبنانية وثقة المواطن بالمصرف، كيف ممكن أي عقل يتصور أنه بعده هذا الشخص بسدة المسؤولية؟ يلي بدهم يعملوا حملات التنحي يركزوها بالمكان الصحيح. أوكي. قضائيا هذا الملف بالقضاء اللبناني والقضاء مثل ما حضرتك ذكرتي بنتركه للقضاء، هو كفيل ب مهم القضاء يعمل واجباته 100%. وكمان المهم ايضا انه اذا القضاء حاسب هذا الشخص، اكيد انا وياك بنعرف وكل اللبنانيين انه في سياسيين يجب محاسبتهم، مش نحاسب شخص او مثلا قطاع مصرفي تنقول ونترك القطاع السياسي من دون محاسبه، هذا بيكون غير منصف. صح، انت القضاء واجباته يوصل للحقيقه. صح، هيدي الحقيقه بتفرجي مين المرتكبين من كل القطاعات. بس اللي عم قلك اياه، من دون ما نحن نعمل كبش محرقه، من دون ما يطلع حدا مسؤول عن كل الانهيار بلبنان، هيدا توزيع المسؤوليات القضاء بيقرره، مش انا وياك. صحيح. وبنفس الوقت في شق اقتصادي وفي شق مالي واضح بالصلاحيات مثل ما قلنا، بالقدره، بالمعرفه الى اخره. ونحن اللي بنطلبه من القضاء يعمل واجباته. نعم.
واضح. خلينا ننقل لعلاقة لبنان بدول الخليج، تطورات كتير مهمة حصلت بالمرحلة الأخيرة. ورقة وزير الخارجية الكويتي أتى زار بيروت وحمل معه ورقة هو يقيل إنها خليجية ولكن أيضا تحمل طابع أوروبي وطابع أمريكي، فيها هيك سلسلة من البنود. كان هناك رد من لبنان، لبنان لا يزال ينتظر الرد أو عندك معطيات؟ في إيجابيات، في هيك نوافذ فتحت؟ هلأ الوزير بيقول أنه مجرد رد لبنان هذا بحد ذاته أمر إيجابي، ولكن يبقى البحث بالبنود الأخرى. أكيد أنه مثل ما تفضلتي الوزير الخارجية الكويتي قال أنه هذه الورقة هي متوافق عليها بين دول الخليج بالإضافة لمصر والأردن وأمريكا وفرنسا، وحتى لو نحن ما صرنا نتحقق من هالموضوع ننظر له باحترام وبانفتاح، وهذا شيء طبيعي. وشفنا على كل حال ردة فعل فخامة الرئيس بهالموضوع، والرد اللي اجى من لبنان وبما في ذلك من خلال رسالة فخامة الرئيس هو رد فيك توصفيه بالإجابة والمنفتح. أول شيء في كتير من يعني ما اطلعنا على الورقة بالتفصيل، بس اللي قريناه بالجرايد انه في كتير من هالبنود هي اصلا بنود مطالب فيها فخامة الرئيس، وهي دعا لحوار على اساسها، مثل موضوع استراتيجية دفاعية، لانه الورقة مثل ما فهمنا فيها يعني بنود متعلقة بسلاح حزب الله وبتحييد لبنان وغيره. الامر الاخر اللي كمان الورقة أو البنود بتنص عليه أو بتطلبه هو موضوع تنفيذ اتفاق الطائف، وكمان فخامة الرئيس بس داعي على الحوار، داعي على الحوار حول اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة اللي هي جزء أساسي من اتفاق الطائف. وكمان البنود حكيت عن الشق المالي وأموال المودعين واستعادة عافية الاقتصاد اللبناني بالتعاون مع المؤسسات الدولية، ومثل ما بتعرفي البند الثالث من الحوار اللي طرحه فخامة الرئيس كان موضوع خطة التعافي المالي. فإذا في نوع من تناسب أو تناسق بين هالمطالب، وهي مطالب لمصلحة لبنان. بيبقى الشق يلي فينا نعتبره متعلق بأمرين. أول أمر موضوع الأمن الاجتماعي لدول الخليج بموضوع الكبتاجون وغيره، ونحن موقفنا على القليلة كتيار انه هيدا الموضوع اللي ما بنرضاه لنفسنا ما بنرضاه لغيرنا. مثل ما نحن بدنا نحمي عيالنا وشبابنا وبلدنا وحدودنا من دخول المخدرات، واجبات لبنان يحمي اي بلد اخر وخاصه دول الخليج لانه بتربطنا فيهم صداقه وعلاقه تاريخيه من يعني خروج او تصدير اي مواد مخدره لإلا. وهيدا الشيء نتمنى نحن انه الدوله تمسكك هالملف بيد من حديد. هيدا في أرواح الناس وفي مستقبل الشباب وما بينمزح فيه، وما في سبب أنه نحن ما نقدر نضبط هالموضوع. الشيء الثاني الباقي بالورقة الخليجية متعلق بالقرارات الدولية اللي نحكى عنها 1559 و1701 وغيرها. وأكيد موقفنا من هالقرارات كمان واضح. اولا لبنان ملتزم قرارات مجلس الامن، ولا مره عبر انه هو يعني ضد قرار معين، ولكن كمان لو لبنان قادر انه ينفذ هالقرارات لوحده ما كان بيلجأ لمجلس الامن، او ما كان في لزوم انه مجلس الامن يصدر قرار. وبنفس الوقت ولا مره كان قرار مجلس الامن عنده اذا بدك مهله زمنيه أو آلية للتطبيق. مثل بسيط، القرار 425 نعمل بال 78 إثر أول اجتياح إسرائيلي، وآخر شيء سنة 2000 يعني الذكرى اللي هلأ منعيدها سنويا بالتحرير، خرج الاحتلال الإسرائيلي من دون حتى يقول إنه هو نفذ القرار 425. فإذا أخذت أكثر من 30 سنة يمكن أو 25 سنة لنفذ هالقرار. ونحن ما عنا بمحلات كتيرة
إمكانية إنه ننفذ بالقوة بالأمور يلي بتأثر على استقرار البلد. هيدا بدها تصير موضع نقاش حول هيدي المواضيع. بس ماني شايفة إنه الجو يلي انخلق من بعد هالورقة إلا هو جو مساعد وإيجابي. صحيح. واضح إنه هن تلقفوا بإيجابية تجاوب لبنان مع البنود. وواجباتنا نحن كلبنانيين قبل ما نقعد مع دول الخليج أو غيرهم نقعد مع بعض ونتفاهم على هالأمور الاستراتيجية. أكيد. لنقدر نقدم طرح موحد يكون مبني على ثقة كل المكونات ويكون أكيد مصلحة لبنان هي الأساس مع مراعاة مصالح الدول يلي صديقة لنا. يعني نعود لطرح فخامة الرئيس لحول طاولة حوار يجتمع حول كل اللبنانيين ومن بعدها نرجع منشوف الأصدقاء والأشقاء. أنا بدي أتشكرك شكرا لك مارتين نجم على هيدي الحلقة نائبة رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الإدارية. أهلا وسهلا فيك. شكرا لك. دايما ضيفي عزيزي علينا. الحلقة معك بتكون دايما شيقة ومميزة. شكرا لك مشاهدينا. شكرا لحسن متابعتكم. رح نبقى سوا ونبقى هلا مع زميلي باسكال بطرس.